ما طلعت الجواز. احنا يا عم خرجنا من ستة مشينا، وكنت كانت مشينا تجنن، كنا ماشيين عمالين نغني ونهتف وكنا فرحانين جدا، ودخلنا لحد مسجد النور مفيش دوشه وكنا فرحانين قوي قوي قوي، وقعدنا على الارض وقلنا يا سلميه يا سلميه، ومفاجئ ان الناس طالعين لنا من كل ناحيه سكاكين ومطاوي فوقع جبل ثانيه وطوب. وبعدين ايه؟ لقينا ناس صحابنا واقفين بعيد، لا عايزين اروح اجيبهم، وابني كنت رحت. رحت فين؟ رحنا صحابنا رايحين نجيبهم، ايوه كانوا تايهين، رحنا نجيبهم، وابني كنت رحت. مسكونا اربعه، انا واحده صاحبتي اسمها امير العدل، وخدونا في فرش عماره وضربونا وشتمونا شيل عين خالص، شيلينا ما استعدناش عمري، وخدوا من الناس بطاير وخدوا من الناس كرنيهات. اه والله، وخدنا راجل غلبان قال لنا سيبوهم انا هضربهم، وخدنا راجل ربنا يستره بعد ساعة ضرب وبهدلة. ايه ده؟ اه والله ربنا يستره بعد ساعة كان هيموتونا، وخدونا وقعدت برشامة، كانوا عايزين مستعدين يعملوا أي حاجة، كانوا هيبهدلونا بيهدلونا، كان فضايحنا هتبقى كبيرة أوي. المهم إيه، خدنا الراجل ده وهربنا من الشوارع وحوالي لحد ما طلعنا على شارع الجيش، وخدتها من شارع الجيش لحد غمرة ماشي، وبعدين روحت. طب هتطلعي تاني ولا ايه؟ هطلع والمره دي هاخد معايا نمل وبيلي، هنضربهم ولاد اللذينه دول. يلا سلمي على الاهلي العباسيه.